تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها 12 يأتي هذه السنة في ظرفية خاصة تتسم بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشروع في تفعيلها بعد المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري. كيتنظم في ظرفيه وفي سياق وبلادنا كتعرف واحد الديناميه خاصه لا من حيث التزامها بالتزامات وتنفيذها وتنزيلها التزامات دوليه فيما يتعلق بالتغير الملكي اللي كنعرفوا الاشكالات والاكراهات اللي كيعيشها العالم وكتعيشها بلادنا فيما يتعلق ندره المياه لا من حيث كذلك لا من حيث الالتزام الوطني فيما يتعلق بتنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي اعتمدها جلالة الملك محمد السادس في أول مجلس وزاري له. الجائزة تساهم في تعبئة الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من خلال تشجيع كل الأعمال والمبادرات التي تسعى إلى حماية البيئة والمحافظة عليها كتراث حضاري وطبيعي. حافظ على البيئة واحد من أولويات ديال المغرب، عندنا استراتيجية فيها عن الاهتمام ديال المغرب بهذا الورش اللي مهم وهو ورش دولي ودليله الكوب 22 تنظيمه في مراكش، هذا دليل على ان المغرب عاطي اهتمام وعنده بعد دولي هذا الاهتمام ديال المغرب. واليوم هذه الجائزه للطاقات الوطنيه من الشباب من النساء من الباحثين من الخبراء المجتمع المدني اللي مهتمين بهذه المحافظه على البيئه والتنميه المستدامه خدامين فيها باش تعترف بالجهود ديالهم. درت هذه الجائزه واليوم الدوره 12 ديال هذه الجائزه غيتسلم الفائزين. وبهدف تطوير الجائزة وجعلها مواكبة للدينامية الكبيرة التي عرفها المغرب على الصعيد البيئي، تم تعديل القرار المنظم للجائزة سنة 2015 من خلال إدراج مجموعة من الجوانب تهم الرفع من قيمتها المالية وتنظيمها مرة كل سنتين لإعطاء الوقت الكافي لإعداد الترشيحات.